عدد من اخر. طبعا جارديولا بخبراته كمان بيتكلم ان هو لسه لم يحسم البريمير ليج بشكل كبير، وكان بيتكلم كمان ان هو كل اهدافه ان هو يوصل من ضمن الخمسه الاوائل. لكن طبعا دوت يمكن في زي ما بقول لحضراتكم في الغرف المغلقه بيكون في كلام مختلف تماما. هو طبعا بشكل كبير البريمير ليج هدف اساسي، ولكن كمان الهدف الاكبر محمد زي ما انت قلت الشامبيونز ليج. وقال عندنا مباراه مهمه كمان 3 ايام، وبالتالي الاهداف مشتركه. لكن واضح من كلامه وقال لك انا مش احسن فريق في العالم، انا احسن فريق في العالم اللي بياخد بطولات قاريه، وبالتالي كل يعني همومه هو طبعا الحصول على الشامبيونز ليج. طبعا يعني عبقريه حتى في التصريحات. صحيح. في اللعب بيستخدم التاكتكس بتاعه في تصريحاته، وفي ازاي ان هو يمشي الاجواء، وده حاجه مهمه جدا. يعني بيرمي ان تشيلسي هو اقوى فريق في العالم لانه حصل على الشامبيونز ليج. احنا مش اقوى فريق في العالم، ولكن احنا لما بنشوف على ارض الملعب وبالنقاط وبالارقام، لا يعني مان سيتي هو الاقوى، هو الافضل حتى الان، يعني بيلعب بشكل كبير جدا ان هو يصنع فارق كبير ما بينه وما بين اقرب منافسيه سواء ليفربول او تشيلسي. فرص كبيره جدا لبيب جوارديولا لهذا العام لتحقيق الشامبيونز ليج، واعتقد ان دي فرصته، قد تكون الفرصه الاخيره. طيب محمد، طبعا عشان نعرف اكتر عن البريمير ليج وعن تشيلسي وعن ايفرتون، طبعا معانا باتريك نيفن، طبعا نجم تشيلسي السابق. مساء الخير عليكم، منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي. حسنا، من الرائع ان اتواجد معكم في هذه في قناه هذا النادي الرائع، النادي الاهلي، نادي كبير جدا في افريقيا، وخصوصا مع هاني رمزي، لاعب رائع في فتراتي حينما كان يلعب في المانيا. انا ادى اداء رائعا ومستوى احترافي رائع في المانيا، انا اقدر تواجدي معكم. شكرا جزيلا، واحنا سعداء بوجود نجم كبير زيك موجود معنا على شاشه قناه النادي الاهلي. واحنا بنتكلم اكيد على البريمير ليج، بنتكلم على تشيلسي. خليني قبل ما اروح للبريمير ليج، شايف ازاي تشيلسي وتواجده في كاس العالم للانديه، وطبعا فوزه اللي فات على الهلال السعودي. حسنا، انا كنت اعمل في تلفزيون تشيلسي بعد الاعتزال، وتابعت المباراة من تلفزيون تشيلسي. المباراة كانت رائعة، كانت مثيرة جدا، المباراة كانت حماسية. تشيلسي سيطر على المباراة تماما، ولكن في الشوط الثاني لم يكن الأمر بنفس الأداء الجيد بالشوط الأول. أعتقد أن فريق الهلال استعاد الكثير من مستويات تشيلسي. لاعبو تشيلسي بدأوا مجهدون جدا، لكن أعتقد أن تشيلسي بالرحلات الكثيرة والسفر الذي خاضه اللاعبون بدأ عليهم الإجهاد وبدأ عليهم التعب، فأعتقد تشيلسي لم يكن جيدا في العموم في المباراة بالأمس، ولكن أعتقد أن هذه الأسباب، وخصوصا هدف الفوز إذا نظرت إليه فكان خطأ من المدافع. طبعا لو جبنا هدف فوز تشيلسي أكيد هنتكلم على لوكاكو يمكن المهاجم البلجيكي اللي جه ورجع لتشيلسي برقم كبير جدا، تعدى 100 مليون باوند. أنت شايف إزاي وجود لوكاكو والعلاقة ما بينه وبين توخيل الآن؟ هل لوكاكو خلاص ما فيش مشاكل ما بينه وبين توخيل؟ كان على مستوى الأداء، هل وصل لوكاكو مع تشيلسي للأداء الرائع اللي كنا بنشوفه لوكاكو مع الإنتر السنة اللي فاتت؟ سؤال مهم جدا، سؤال جيد جدا. أعتقد أن علاقة توماس توخيل مع لوكاكو، أعتقد أن العلاقة تكون العلاقة جيدة جدا بين الثنائي. أعتقد أن توماس توخيل هو الرجل الذي اشترى لوكاكو، هو الذي أراد لوكاكو. ولكن أعتقد لا يوجد إعجاب متبادل بين الثنائي في الفترة الأخيرة. أعتقد أن التغير الكبير في الثقافة بين الاثنين يبدو يشكل مشكلة لدينا الآن. أعتقد أن لوكاكو لم يعد لائقا كما كان بالماضي. أعتقد أن
أعتقد أني لست متأكدا من مدى جودة العلاقة بين الثنائي. أعتقد أن توماس توخيل لديه بعض القناعات تجاه لوكاكو. لوكاكو لم يكن يؤدي جيدا، ولوكاكو ليس لديه الحرص الكبير على أن يعود كما كان سابقا، ولكن هذه فرصة جيدة للوكاكو الفترة الأخيرة، ولكني لست متأكدا كما قلت من قبل. ولكن خلال هذا الموسم سنرى ماذا سيحدث بين الثنائي وخصوصا من لوكاكو. صحيح. طيب على مستوى الأهداف، فريق تشيلسي من الفرق الكبيرة أكيد دلوقتي، على مستوى الأهداف أكيد كأس العالم الأندية هو الهدف الأول، ولكن على مستوى البريمير ليج والتشامبيونز ليج، هل من رأيك ووجهة نظرك هل فقط تشيلسي الفرص للحصول على البريمير ليج السنة دي؟ لا لا أعتقد ذلك. أعتقد أن تشيلسي ليس لديه الحظوظ الوافرة ليفوز بالبريمير ليج هذا العام. أعتقد أن مانشستر سيتي هو المرشح الأبرز للفوز بالبطولة. أعتقد أن تشيلسي فريق رائع مع توماس توخيل، ولكن إذا نظرت لتشيلسي الذي فاز بدوري الأبطال في العام الماضي ستجد أن الأمر مختلف الآن. أعتقد أن مانشستر سيتي هو مع بيب غوارديولا هو المرشح الأفضل، فريق قوي جدا على المستوى الفني وعلى المستوى البدني، فريق كبير. تشيلسي يؤدي بشكل رائع إذا أردنا أن نقول، ولكن الأمر ليس بنفس المستوى. أعتقد أن تشيلسي سيتحسن خلال عام، خلال عامين، ولكن خلال استخدام بعض اللاعبين وبعض التعديلات على الفريق، أعتقد أن الفوز بالدوري الإنجليزي هذا العام سيكون من نصيب مانشستر سيتي. ربما ليفربول سينافس، ولكن تشيلسي سينهي الموسم في المركز الثالث على ما أظن. أعتقد أن هذه هي أبرز حظوظ تشيلسي. لكن بالنسبة للتشامبيونز ليج يؤدي جيدا جدا لأنه فاز به العام الماضي. أعتقد أن تشيلسي لن 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 يفكر في خسارة هذا الأمر، لن يفكروا في أنهم لن يستطيعوا الفوز به، لا، سيفكرون في العكس تماما. أعتقد أن الأمر غريب بالنسبة لثقافة تشيلسي. أعتقد أن تشيلسي لن يفوت فرصة الفوز بالتشامبيونز ليج، ولكن البريمير ليج أصعب بكثير يا صديقي. أصعب، ما فيش شك، أصعب، لكن على مستوى كمان المنافسة، هل ليفربول قادر كمان على اللحاق بالمان سيتي؟ ولما جبنا سيرة ليفربول أكيد هاخد رأيه في محمد صلاح ومتابعته لمحمد صلاح من خلال طبعا بطولة أمم أفريقيا ووجوده في البريمير ليج، والنقطة وعلامة الاستفهام الكبيرة، هل يتم التجديد لمحمد صلاح مع ليفربول أم في أخبار جديدة عن هذا التعاقد؟ أنا أود حقا أن أرى محمد صلاح بقميص نادي تشيلسي. هذا أمر يدعو للبهجة إذا رأيت أن ترى محمد صلاح. كان موجود عندك وأنت اللي سبتوه. لاعب رائع جدا ويناسب ليفربول كثيرا. صحيح. على مستوى محمد صلاح أكيد بنتكلم على عملية التعاقد، عايز أعرف منه من خلال وسائل الإعلام، من خلال الرومرز الموجودين دلوقتي في أوروبا، وأول ما رجع محمد صلاح كان في أخبار كبيرة جدا عن تعاقد أو تمديد عقد محمد صلاح وطلبات محمد صلاح ورغبة كمان ليفربول من ناحية أنه هو متمسكين بمحمد صلاح، ولكن يجي الأجر والمسائل المادية. هل هناك أخبار عن فعلا تجديد التعاقد مع محمد صلاح أم هيكون هناك واجهة أخرى لمحمد صلاح في المستقبل؟ لا لا، في الحقيقة لا أحد يعلم بالتحديد ماذا يفكر، بما تفكر إدارة ليفربول أو محمد صلاح. محمد صلاح سيبقى، محمد صلاح سيذهب، ولكن أنا حاليا أؤيد فكرة بقائي في ليفربول. أعتقد أن محمد صلاح فرق كثيراً، إذا نظرنا إلى مباريات الإف أي كوب سنجد أن محمد صلاح فرق كثيراً مع فريق ليفربول. محمد صلاح وساديو ماني أيضاً بطبيعة الحال
افتقدهما ليفربول كثيرا، واعتقد اني اتوقع ان محمد صلاح سيبقى في ليفربول في الفتره القادمه. محمد ليفربول يحتاج محمد صلاح جدا، اعتقد للفوز بالبريمير ليج او بالتشامبيونز ليج يجب ان تحتفظ بمحمد صلاح، يجب ان يبقى محمد صلاح في ليفربول اذا اراد ان يحقق هذه الانجازات مع ليفربول. ليفربول ليس نفس الفريق بدون محمد صلاح، فلنكن واقعيين، الأمر الآن صعب جدا على ليفربول. أنت تخيل ليفربول بدون محمد صلاح، الأمر مهم جدا أن يبقى في ليفربول. محمد صلاح لاعب رائع، محمد صلاح أصبح معشوقا في ليفربول الآن، وأيضا أي مشجع حتى المشجعين نادي إيفرتون الخصم لليفربول يودون أن يروا حتى محمد صلاح في إيفرتون. كل أندية العالم يعني تتمنى وجود محمد صلاح في صفوفها. لكن عايز آخر سؤال، أنت شايف إزاي محمد صلاح تشيلسي ومحمد صلاح ليفربول؟ أيامك طبعا تجربة محمد صلاح في تشيلسي ودلوقتي أداؤه وتجربته مع ليفربول. بالطبع أنا الغريب أني حينما شاهدت محمد صلاح مع تشيلسي كان محمد صلاح جيد في وجهة نظري، كان محمد صلاح جيدا، ولكن لم يتأقلم جيدا مع البريمير ليج، لم يكن لديه الفرصة مع جوزيه مورينيو أن يشارك بالشكل الكافي، لم يكن لديه الفرصة. ولكن الآن محمد صلاح تعلم، محمد صلاح تثقف، محمد صلاح كان لديه الاحتكاك الجيد ليكون مؤهلا أن يلعب في البريمير ليج، ولم تكن هذه الفرصة متواجدة وقتما كان في تشيلسي، ولكن محمد صلاح كان جيدا. وأعتقد محمد صلاح في العموم لاعب رائع، أنه في الآخر محمد صلاح يعني لاعب رائع. وكمشجع أنا يجب أن أكون صادقا، تشيلسي يريد أن يحضر محمد صلاح مرة أخرى، ولكن ليس لدينا فرصة لأكون صادق في الاحتفاظ بمحمد صلاح أو إحضار محمد صلاح لتشيلسي. الأمر صعب الآن علينا، تشيلسي يريد محمد صلاح ربما، لكن هذا لن يبدو جيدا، هذا لن يجدي نفعا. كمشجع لتشيلسي أتمنى ذلك، ولكن لن يحدث ذلك في عالم. أكيد زي ما أنت قلت محمد صلاح نجم كبير كل أندية العالم تتمناه. باتريك بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، طبعا باتريك نجم تشيلسي السابق، شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي. طبعا رأيي طبعا نجم كبير طبعا في أداء تشيلسي، لكن كمان عندنا لسه كلام كتير قوي على البريمير ليج بعد الفصل.